الكريم سيدتي الكريم. بس خليني الحكمة. مو احنا الحديث هو يقولون الحكي ضوق مو شبع. احكي لك كلمتين ابرك من 100. ضوق مو شبع. ضوق مو شبع هذا مثل عندها انا. اي سالفه يا سيد حيدر من اكمل. يا سيدتي الكريمه اذا نتحدث ونبقى مكلبين احنا بمشاكل الانتخابات ومشاكل التصويت هسه هذا الموضوع لابد من حسمه. احنا لدينا طرق وسياقات قانونيه اتجهنا صوبها. اذا اتحدث عن الطعون التي قدمت الى مفوضيه الانتخابات ولم تكن مفوضيه الانتخابات ايضا لم تكن موفقه في هذا الجانب، كانت تنظر الى الطعون بانتقائيه، تاخذ هذا الطعن وتترك الطعن الاخر، وكل ما قدم من طعون قطعا كانت في الادله. حتى نكون دقيقين في هذا الكلام. يقول لك المشكله بالاجهزه يعني. سيدتي الكريمه جايز بالحديث. اعود الى ما بعد الطعون وتقديم الطعون، اتجهنا صوب القضاء في تقديم الشكاوى، كلنا ايمان انه القضاء العراقي عادل ونزيه وفي شفافيه القضاء العراقي. بعد هذا يعني انا اجزم لك قاطعا سيكون تغيير اذا نظر الى الطعون والى الشكاوى بجديه، اذا نظر الى الطعون والشكاوى بمهنيه. واذا ما صار تغيير شو راح يصير؟ اريد افهم شلون ما يصير تغيير؟ اذا انا اقدم لك ما صار تغيير انا اقدم لك دليل يعني الشكوى التي اقدمها بدليل. شلون انت راح تنظر لها بمهنيه وبقانونيه وب يعني نظره واقعيه؟ شلون ما راح تنصفني؟ انت راح تنظر الى هذا الطعن، والطعن انا اللي مقدمه بدليل. نظر الى الطعون وما تغير شيء يا سيدي. لم ينظر الى الطعون بجديه سيدتي الكريمه. هذا الموضوع لم ينظر اليه بجديه، لم ينظر اليه بمهنيه. القضاء هو الفيصل. هسه ننتقل الى موضوع تشكيل الحكومه. اذا تحدث اليوم عن تشكيل الحكومه فهذا الامر مبكر جدا. هنالك مشاكل لم تحل. ويعني هذه المشاكل اردفت بمشاكل اخرى، يعني اليوم نتحدث عن الشارع اليوم.